شوفوا حجم الدمار اللي صار من البراميل اللي عم تنزل من الطيارات. الدول ما ردت تعمل لنا حظر جوي، شوفوا شو صار، بس من شان ما تعملوا لنا حظر جوي. نحن ما عم بدنا لا الحظر الجوي ولا عم بدنا ياكل ولا شيء. نحن بس قلنا الله، الشعب السوري قالوا الله وبس. شوفوا هاي منظر حارة، هاي منظر حارة دو معروف الغوطة الشرقية، هاي صار منظرها هيك يا عالم. بس نحن بدنا نفرجيكم، ها ما بدنا منكم شيء، بس بدنا نفرجيكم. شوفوا شوفوا هذا دمار، ما ضل حيطان، ما ضل بيوت هون. هون لا ضل حيطان ولا ضل بيوت. هي المنطقة منكوبة دبل، مو منكوبة مرة، دبل. شوفوا الدمار هون وهون، شوفوا الدمار بكل المطارح. هون لا، هي يعني بيوت، بالله عليك يا اردوغان هي بيوت، بالله عليك يا بان كي مون هي بيوت. والاخضر الابراهيمي لساته عم يفكر بخطبه، ما بدنا خطته. شوفوا شوفوا هذا الدمار، هي كانت كلها هون بيوت ومزارع عايشين فيها اطفال ونساء. حسبنا الله ونعم الوكيل. عم فرجيكم انا قطعه من مدينه دوما، جزء بسيط. شوفوا الدمار هون، شوفوا هذا شارع، هذا دمار بشارع واحد. شوفوا هذا كان بيت، هذا كان بيت، هذا كان بيت. شوفوا هون، هلا هون كان بيسكن عالم، هلا ما ضل في عالم. هون كان في عالم، هلا ما ضل في عالم. وهذا بيت، كان بيت. لك الله يا سوريا، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.